اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد أيها الأحباب، فهذه سلسلة جديدة من حلقاتنا نستعرض فيها جوانب حياتية عاشها الأنبياء الكرام، لنتخذها عبرة وعظة في حياتنا. فمن خواص القرآن الكريم أنه توجد به آيات مخصصة لملكات نفسية معينة لها عظيم الأثر والنفع بإذن الله تعالى، ولكن مع الانتباه لشيء، وهو أن عطاء القرآن موجود ولكنه لا يمنح إلا لمن أحسن استقباله، ورب لحظة إخلاص تمنح فيها الخلاص ولو كنت عاصيا. إن الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يستنصر به، فبه تستجلب الخيرات وتدفع الشرور، والعبد يسأل ربه محسناً الظن به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وجودها هل ما زلت متوترة يا أختي؟ أرجوك يا مازن، لا تزدني توترا. علام كل هذا يا ابنة أخي؟ تخشى سمية ألا توفق في شرح رسالتها غدا. نحن جميعا سنكون حاضرين معك يا ابنتي، فلا تقلقي. أخشى أن حضورنا قد يزيدها توترا. ليس بالضبط، ولكن اسمعي يا سمية، أنا أتفهم تماماً قلقك وتوترك، قد يكون موقفاً عصيباً عليك، ولكن لن يكون أكثر صعوبة مما عاشه النبي موسى عليه السلام حين كلمه ربه وكلفه بالرسالة. أجل، فهو كليم الله. إنها من القصص التي ذكرت كثيراً في القرآن الكريم. عمي، احكي لنا بأسلوبك الممتع حكاية نبي الله موسى. إنها حكاية طويلة، ولكن
سأقتصر على هذا الموقف العصيب الذي عاشه موسى حين ناداه ربه في الصحراء. كان سيدنا موسى قد هرب إلى مدين بعد أن قتل رجلاً اعتدى على واحد من شيعته. يا موسى، أريد أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي 8 سنوات، فإن أتممت 10 سنوات فمن كرمك، لا أريد أن أشق عليك. وهكذا عاش موسى يخدم الشيخ 10 سنوات كاملة، وجاءت تجربة السنوات 10 لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى عليه السلام وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة. هكذا نرى كيف صنع موسى على عين الله، وكيف تم إعداده لتلقي التكليف الإلهي، فقادته القدرة الإلهية مرة أخرى إلى مهبط رأسه. وبعد أن قضى عمرا في مدين قرر العودة بأهله إلى مصر، ولكنه ضل الطريق في صحراء سيناء، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في ليلة يلفها البرد القارس والظلام الحالك. وحاول موسى أن يقضح بزن ليشعل نارا يستأنس بها ويستدفئ، ولكنه لم ينجح. ولما كاد يتملك منه اليأس لمح وكأن نارا تومض من بعيد. بدأ موسى يمشي بتأن شديد حتى اقترب أكثر وأكثر من مكان النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي، وبوركت البقعة التي تجلى عليها ربنا ذو الجلال والإكرام. وقف موسى عليه السلام في أكرم موقف يلقاه إنسان، يردد بينه وبين نفسه: ربي اختارني أنا. ثم قاوم رعشته واعتدل في وجل وخلع عليه من قدميه وجثى على ركبتيه يستمع إلى الصوت، فإذا بنداء ثالث يعرف الله فيه نفسه لموسى قائلا: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. ازداد موسى اضطرابا وخضوعا وذلة بين يدي الله عز وجل، فهدأ الله من روع موسى وسأله سؤالا الغرض منه أن يلاطفه ويؤانسه، فقال عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ففهم موسى المغزى فلم يقل هي عصا وسكت، وإنما لما لذ له الخطاب زاد في الجواب ليستمر الحوار بينه وبين رب العزة، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ثم سكت موسى من باب التأدب مع الله، فهو سبحانه وتعالى بعلمه غني عن كل هذه التفاصيل، فقال له ربه: قال ألقها يا موسى. فرمى موسى بعصاه على الأرض، فما إن لامست الأرض حتى اهتزت، ثم بدأت تتحرك وتتلوى فإذا هي حية تسعى، فهرول موسى يجري مسرعا من الفزع ولم ينظر خلفه. فناداه ربه قائلا: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. وكانت هذه أولى الآيات لموسى، وأتبعها بآية أخرى حين سلك موسى يده في جيبه تلبية لأمر الله، وإذا هي تخرج بيضاء من غير سوء. ثم جاء التكليف الإلهي إلى موسى الذي هو رسالة كل الأنبياء، وهي تحرير البشر
ليعبدوا الله وحده، وذلك بدعوة أعتى أهل الأرض كفراً وطغياناً. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولما كان هذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة، سأل موسى ربه التوفيق إلى بعض المطالب والمقاصد التي تكون له عوناً في دعوته. فكان دعاؤه إلى الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكأني أسمع هذا الدعاء لأول مرة. إنها أربع آيات كريمة جمعت كل سبل التيسير في كل سبل الحياة. إذن فلتردد هذه الآيات دائما يا سمية، ينشرح صدرك من كل ضيق وهم وكرب، وتيسر لك كل أمر صعب بإذن الله، وتجعل كلامك مقبولا عند الناس. والآن هيا إلى الطعام يا ابنتي، ولتأخذي قسطا من الراحة، وتوكلي على الله، ولا تنسي ترديد هذا الدعاء دائما. فإن وجدت ضيقا في صدرك ولا يستطيع لسانك أن ينطق بها، فانطقي بها في قلبك، وهذا هو الأهم، لأن العلاقة مع الله علاقة قلبية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. ونحن كذلك نسألك ونتوسل إليك أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تحلل عقدة ألسنتنا بحق قولك تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. هذه الآيات الكريمة هي من أواخر سورة التوبة، حيث نجد فيها معاني سامية، منها التوبة والصدق. وفي هذه السورة أيضاً الكثير من الحديث عن المنافقين المتصفين بالكذب والنفاق
وإخفاء الحقيقة. وفي لقائنا اليوم سيكون حديثنا عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى، تلك الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي عن الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله فتاب الله عليهم. يا سمية، يا مازن، هيا أسرعوا حتى لا نتأخر. أين أختك يا مازن؟ قادمة يا أبي. أسرعي يا ابنتي، هيا. وأين عمي؟ ألن يحضر مناقشتي للرسالة؟ لقد سبقنا إلى هناك يا أم مازن، ألن تأتي معنا؟ لا، سأبقى أنا هنا كي أعد لكم طعام الغداء. لا تنسي يا سمية، لا تنسي ترديد الدعاء الذي ذكره لك عمك. أنا أردده دائماً يا أم. في أمان الله يا أم. في أمان الله، مع السلامة. اللهم وفقها يا رب العالمين، اللهم يسر لها كل أمر صعب يا رب. ها، بشروا. أبشري أبشري يا أم مازن، الحمد لله، لقد وفق الله ابنتنا واجتازت المناقشة بنجاح. الحمد لله الحمد لله، ولكن لماذا أراك غير مبتهجة يا ابنتي؟ كانت تطمح في الحصول على درجة أعلى. أنا شخصيا أعجبني حضورك يا سمية، وإجاباتك أثنى عليها المشرف على الرسالة. ها؟ فما الأمر إذن؟ وما سبب هذا العبوس؟ لقد ارتكبت خطأ ما كان يجب أن أقترفه. وما ذاك؟ حين سألني أحد أعضاء اللجنة إن كنت قد استرشدت بأبحاث أخرى مشابهة، أجبته بالإيجاب. ليس خطأً، ولكن كان عتابهم لي أني لم أذكر ذلك في هوامش الرسالة. كان بإمكانك إنكار هذا الأمر. ماذا تقصد؟ أقصد أن تنكري أنك استعنتي أو استرشدتي بأبحاث أخرى. تريدني أن أكذب يا مازن؟ وهل هذا كذب؟ طبعاً كذب، وهل يمكن تسميته بشيء آخر؟ أحسنت يا سمية، ولا تحزني إن كان ذلك قد أثر على درجاتك، فالصدق صفة مطلوبة في المؤمن في كل الأحوال ومهما كانت العواقب. حتى لو أدى هذا الصدق إلى خسارة؟ فيما تجادل يا مازن، عمك كلامه واضح. أقصد أنه لا بأس من كذب أبيض لا يضر أحداً. ليس هناك كذب أبيض يا مازن، الكذب أسود دائماً، إلا في حالة واحدة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ إصلاح ذات البين، إذا تخاصم اثنان فلا بأس من كذب لا يضر إن كان فيه إصلاح. وفي الحرب أيضاً يا عمي الكذب مباح. صحيح، ورسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، وكان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا أراد أن يغزو غزوة حول المدينة قريبة وغير بعيدة يوري بغيرها. أشعر أنك ستروي لنا عن موضوع معين. نعم، هو موضوع متصل بما كنا نناقشه حول الصدق وحول الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟ تماما، وكانوا ثلاثة من الأنصار، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. وسأحكي لكم عن كعب بن مالك، حيث كانت كل الظروف مهيئة له للخروج مع الرسول. أما رفيقيه فكانوا شيوخا كبارا. قم يا كعب والحق براكب رسول الله، لقد استعد الجيش للخروج. وهل لمثل كعب بن مالك أن يغيب عن رسول الله
لا تقلقي، ما زال أمامنا وقت كثير، وسأتجهز للحاق بهم وسأقدر على ذلك بإذن الله. ماذا تفعل يا كعب؟ أجهز نفسي للحاق بجيش المسلمين. أنت تعلم يا كعب أن الوقت قد فات ولن تلحق بهم أبدا. خرج جيش المسلمين متوجها إلى تبوك، وكانت تبعد عن المدينة بمسافة بعيدة، وكان الجو صيفا وشديد الحرارة، وتفقد الرسول كعب بن مالك فلم يجده فسأل عنه. يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه معجبا بنفسه مختالا. بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد. كان المخلفون 84، فأخذوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون، وهو يسمع منهم ولا يرد. والله يا كعب، إني لأعلم شدة ندمك على تقاعسك عن الخروج في سبيل الله، وإن الله غفور رحيم. اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، وأنت تعلم مدى رحمة رسول الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المعاتب حين جاءه كعب بن مالك وقال له: ما خلفك يا كعب؟ إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطاني الله القدرة على ذلك في الجدال، لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليسخطنك الله علي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عندك راحلة تركب عليها؟ والله يا رسول الله ما كان لي عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وحين خرج كعب من عند رسول الله لامه الناس وقالوا له: لماذا لم تعتذر كما اعتذرنا نحن؟ ولكن كعبا كان عاقلا وأدرك أنه لا ينجو أحد من الله سبحانه وتعالى إلا بالصدق. هل سمعت يا مازن؟ نعم يا أمي، فعلا الصدق منجا. ولكن ماذا عن الآخرين؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كان أيضا من الصادقين مع رسول الله، فلم يختلق الأعذار ولم يكذب عليه، وقد استغفر لهم رسول الله لصدقهم معه، ولكنه نهى عن الحديث معهم حتى يقضي الله فيهم أمره. يا ابن أمية، ألن تأكل وتكف عن البكاء؟ كيف لي أن أستسيغ طعاماً
ورسول الله غاضب عليه. ألم تصدقه الحديث ولم تعتذر كما فعل الآخرون؟ بلى، صدقته والله، وكيف لي أن أكذب على الله ورسوله؟ يا زوجي الحبيب، إنك لم تذق طعاماً منذ أن اعتزلك الناس وهجروك. وعليك أنت أيضاً أن تعتزليني كما أمر رسول الله. ومن يقوم على خدمتك وأنت شيخ كبير؟ لا تجادليني يا امرأة، اذهبي إلى بيت أهلك. بل سأذهب إلى رسول الله، أستأذنه أن أبقى معك لخدمتك. يا رسول الله، إن هلال بن أمية زوجي شيخ كبير، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لا يقربك. يا ابن أمية، لقد سمح لي رسول الله بالبقاء معك لأخدمك، أبشر يا ابن أمية. أي بشرى ورسول الله غاضب علي؟ كثيرا ما أفكر، لو أنك اعتذرت له كما فعل الآخرون لما أصبح حالنا هكذا. تودين أن أنافق كما نافق الآخرون كلهم؟ لا والله، ما يكون هذا أبدا. ليس كلهم يا زوجي. هل هناك أحد آخر؟ نعم، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك صدقا رسول الله ولم يعتذرا أو يكذبا. لقد ذكرت رجلين صالحين قد شهدا بدرا. هل يهدئ هذا من روعك؟ إنك لم تكن وحدك من صدق رسول الله، فأنت أيضا شهدت بدرا. لن يهدئ من روعي إلا مغفرة من الله ورسوله. يا رب، يا رب، قد ضاقت علي نفسي وضاقت الأرض علي بما رحبت، وغضب علي رسول الله، فاغفر لي يا رب العالمين. يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر أبشر يا كعب، قد تاب الله عليك. أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر. والله لقد سبقت بشراك سرعة الفرس، وسمعت صوتك قبل أن أراك. السلام عليك يا رسول الله. فرد الرسول السلام، فتأكد كعب من صحة البشرى وفرح فرحا عظيما، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من السرور، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عند الله. إنها قصة ممتعة حقا يا عمي. الصدق قد يجعلك تخسرين وظيفتك أو تخسرين مالك، وقد تخسرين بعض الدرجات في رسالتك، ولكنه منجاة بالرغم من ذلك. وأما الكذب فإنه مهلكة، وإن ظن المرء أن فيه ربحاً عاجلاً. أحسنت يا أخي، أحسن الله إليك. وهكذا أزاح الله هذه الغشاوة المحزنة عن هؤلاء النفر الثلاثة، بعدما كادوا يقعون في الهلاك بسبب تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ضاقت عليهم الأرض رغم رحبتها، وضاقت عليهم أنفسهم، وعلموا أن الملجأ من الله لا يتم إلا بالعودة إليه، فاستجاب الله لهم
وغفر زلتهم لأنهم صدقوا الله ورسوله. فاللهم ارزقنا الصدق واحشرنا مع الصادقين الصديقين. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا يا إلهي ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. الكعبة المشرفة، البيت العتيق، ما هو الأفئدة؟ أسماء وأسماء تحمل كلها دلالات عظمة المكان وقدسيته. إنه البيت الذي يستقبله المصلون من كل أصقاع الدنيا 5 مرات في يومهم وليلتهم. واليوم سنعود بالذاكرة إلى زمن خليل الله إبراهيم عليه السلام، حين أمره الحق سبحانه ببناء البيت وأن يؤذن وينادي الناس كي يأتوا لحج بيت الله الحرام. فهيا بنا نتعرف على هذا الحدث التاريخي العظيم. تقبل الله يا أبي. اللهم آمين. منا ومنكم صالح الآمال. هل ستأتي معي لاستقبال عمك في المطار؟ طبعا يا أبي، كم وددت لو كنت معه في هذه الرحلة. ومن منا لا يود أن يكون في هذا المكان المبارك؟ هل تريد أن تحج مرة ثانية يا أبي؟ مرة ثانية وثالثة ورابعة، حين يكتبها الله لك إن شاء الله ستعرف معنى الشوق واللهفة لتكرار هذه الرحلة. أظن أن عمي سيحكي لنا الكثير عن هذه الرحلة. حج مبرور وذنب مغفور يا عمي. شكرا يا ابنة أخي. هل كان الحج هذا العام يسيرا أم به بعض المشقة؟ اعلم يا مازن أن المشقة في العبادة تزيد من الحسنات، والحج في عمومه مشقة. لقد كان أجدادنا يذهبون للحج على الجمال وسيرا على الأقدام. حدثني أبي كثيرا عن مشاعر الشوق والحنين لبيت الله الحرام. إنها دعوة سيدنا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالناس منذ ذلك النداء يأتون من كل أنحاء الدنيا قاصدين البيت العتيق، تسبقهم أفئدتهم قبل أجسادهم بكل الشوق والحب. ذلك لأنها العبادة التي فرضها الله مرة واحدة في العمر. أجل، فهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون لبيك اللهم لبيك، بمعنى استجبنا لك يا الله. إنه نداء سيدنا إبراهيم للبشرية امتثالاً لأمر الله حين قال له وأذن في الناس، فهو نداء للعالم كله. فإننا نرى في الحج أجناساً وألواناً من البشر أتوا من جميع أنحاء الأرض تلبية لهذا النداء. وكيف بلغ هؤلاء النداء؟ وكيف تم بناء الكعبة؟ يا أولاد، إن عمكم لم يسترح بعد من عناء السفر، فأجلوا أسئلتكم لوقت آخر. لا عليك يا أخي، فأنا أستمتع بالحديث معهم. ها، بأي شيء أبدأ؟ من البداية يا عمي، منذ أن جاء أمر الله لسيدنا إبراهيم ببناء الكعبة. كانت الكعبة المشرفة موجودة قبل سيدنا إبراهيم، ولكن بسبب الطوفان الذي حدث أيام سيدنا نوح ذهبت معالمها واختفت.
لقد اختار الله هذه البقعة المباركة من الأرض ليهاجر إليها الخليل إبراهيم مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل، حيث تركهم في هذا المكان القاحل الخالي من الزرع، تنفيذا لمشيئة الله، الأمر الذي استسلمت له الزوجة المؤمنة، تركها وحيدة مع الرضيع. ولكن رحمة الله لم تتركهما، وما لبث أن امتلأ المكان بالبشر بعد تفجر بئر زمزم. يا خليل الله، لقد تركتنا وقد تعلقت قلوبنا بك، وكنا نخاف من الكهان الظالمين، وإنا لنا معابد للكفر في كل مكان، ونريد بيتا لله الواحد الأحد، ونريد معرفة شعائر ديننا الحنيف. ولما ماتت هاجر ذهب الخليل إبراهيم ليتفقد أحوال ابنه إسماعيل في بيته، وقال إبراهيم له: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال إبراهيم: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى مكان مرتفع. ودعا إبراهيم الله تعالى أن يبين له صفة البناء، فأرسل الله تعالى سحابة فأمره أن يبني مكان ظلها دون زيادة أو نقصان. وهذا معنى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي حددنا له وبينا له معالم البيت. فشرع نبي الله إبراهيم بمعاونة ابنه إسماعيل في بناء الكعبة، فأحضروا المعاول لذلك، وقد كانوا ينقلون الأحجار اللازمة لبنائها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لما فرغ سيدنا إبراهيم من بناء البيت قال الله له: أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه وتعالى: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فحجوا. وكيف بلغ هؤلاء النداء؟ لما نادى الخليل عليه السلام بالحج سمعه ما بين السماء والأرض ومن في الأرحام. يا له من أمر عجيب! ألا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون: لبيك اللهم لبيك. أكمل يا عمي. سأختم بهذه الحكاية التي تعرفونها جميعا. لما نادى الخليل عليه السلام بالحج سمعه ما بين السماء والأرض ومن في الأرحام. ألا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون: لبيك اللهم لبيك.
بقيت الكعبة على حالها إلى أن أعيد بناؤها على يد قريش في الجاهلية، وذلك بعد عام الفيل بحوالي 30 عاماً، إثر سيل حطم أجزاء من الكعبة. لقد شرف الله تعالى الكعبة بمكانة خاصة، فأصبحت أشرف بقعة يعبد فيها الله تعالى على الأرض، وهي أول مسجد وضع للناس في الأرض. حديثك لا يمل منه يا عمي. والآن اتركوا عمكم ليستريح من فضلكم. والله إني أسعد بوجودي معهم، فذلك يعوضني غياب ابني في الغربة. أريد وعدا منك يا عمي. أرجو أن أفي به. ماذا تريدين يا ابنتي؟ أن نلتقي كل يوم لتحكي لنا هذه القصص الممتعة. فلنجعلها كل يومين. سأفعل ما بوسعي إن شاء الله. أستودعكم الله. مع السلامة. مع السلامة يا عمي. في رعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أعلم خلق الله بالله تعالى وأكثرهم خشية له، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، شكرا لله تعالى على ما هداه وأعطاه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجميع رسله إلى يوم الدين. هذه الآية الكريمة التي معنا اليوم في غاية الأهمية، فهي قاعدة وقيمة ينبغي علينا جميعا أن نفطن إليها وننتبه، وهي قضية التثبت من الأخبار، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن هذه الآية الكريمة تستحق أن تكون شعارا لكل إنسان ولكل وسائل الإعلام في العالم كله. التثبت من الأخبار هو أمر على جانب عظيم من الأهمية، فليس كل خبر نسمعه نقوم بنقله ونشره، فهذا خطأ شنيع ومخالفة للشرع. يقول صلى الله عليه وسلم:
كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهيا بنا نتعرف أكثر على هذه القاعدة الشرعية كي نعرف العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مخالفتها. يا مازن، رفقاً بنفسك، ودع هذا الجوال قليلاً من يدك، إن لبدنك عليك حقاً. إنني غير متعب يا أبي. كثرة النظر في هذا الجوال ستضر عينيك. إنه لا يفارقه أبداً، ليلاً أو نهاراً. أنا فقط أتابع أخبار الدنيا على بعض المواقع. وطبعاً تعيد نشرها، أليس كذلك؟ ليس كلها يا أبي، فقط الأخبار التي أرى أنها قد تحظى بالاهتمام. تنشرها دون أن تتثبت من صحتها؟ إنها مواقع موثوقة يا أبي. وما أدراك يا ولدي أنها تنشر أخباراً صحيحة؟ في هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الخبر، وعليك أنت أيضاً. وما ذنبي أنا؟ لقد أصبحت شريكاً في المسؤولية بنشرك تلك الأخبار. أنا لم أتصور الأمر هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما زال هذا الجوال في يدك يا مازن، سوف تضر بعينيك يا أخي. أنت أيضاً تلاحظين ذلك يا سمية. لطالما نبهته أن يستريح قليلاً من هذا الجوال. سبحان الله، كلما تقدم العلم وتطورت التكنولوجيا لخدمة الإنسان، سرعان ما تضغى الجوانب السلبية على كل شيء إيجابي لهذا التطور. كنت أحذر مازن من خطورة نشر كل خبر يصله حتى يتبين صحته. إنني أحاول أن أتحرى عن صحة الخبر قبل نشره. كيف يتأتى لك ذلك يا مازن؟ فكم من خبر تم نشره على نطاق واسع ثم اتضح كذبه بعد ذلك وعدم صحته. في هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الخبر وعلى من يساعد في نشر هذا الخبر أيضا. وهذا ما تعتمد عليه هذه المواقع، أن يقوم أمثالك بنشر الخبر وإذاعته دون التحقق منه. وحتى لو تم الاعتذار والتراجع عن الخبر، يكون الضرر قد وقع، خصوصاً لو كان هذا الخبر يمس أعراض أشخاص أو يتعرض لحياتهم الخاصة. لقد أصبحنا نرى أخباراً في مواقع التواصل الاجتماعي ما ندري مصدرها ولا نعلم مدى صحتها. إنها مصيبة والله، فكم من خبر عن شخص مات أو حدث له مكروه أو فعل كذا وهذا لم يحدث، وتنتقل الأخبار والإشاعات عن أناس آخرين تمسهم في أعراضهم ودينهم وحتى في وظائفهم، ويتم نشر الأكاذيب ويتناقلها الناس فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فيقول في كتابه الكريم: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم، أي أنكم تسمعون الخبر وتتحدثون فيه بألسنتكم دون أي تفكير أو تعقل، فكأن المرء قد أصبح مجرد آلة تسجيل لا يفكر أو يعقل فيما ينقل أو ينشر من أخبار. ما لك سكت يا مازن؟ أما زلت لم تقتنع؟ بل اقتنعت يا أمي بأن نشر أي خبر مهما كان هيناً دون التأكد من صحته هو أمر خطير، وقد يضر بآخرين أبرياء لا ذنب لهم. أحسنت أيها العزيز مازن، وتحدثنا السيرة النبوية عن مغبة نقل ونشر الأخبار الكاذبة. تروي لنا السيرة النبوية المطهرة
أن الحارث بن درار الخزعي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما زال على شركه، فدعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم بين يديه، ودعاه إلى الزكاة فأقر بها. يا رسول الله، سأرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. وترسل إلي يا رسول الله رسولا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وأسلم، وجاء الموعد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرسال رسوله لقبض الزكاة، لم يأتي أحد. وخشي الحارث أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء عنه فسخط عليه، فجمع زعماء قومه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدد لي موعداً يرسل إلي فيه رسولاً ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله أن يخلف وعده، وأخشى أن يكون بي سخط من رسول الله، فماذا ترون؟ انطلق بنا إذن إلى رسول الله حتى نتبين الأمر ونعرف سبب هذا التأخير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده من مال الزكاة. فلما سار الوليد حتى بلغ نصف الطريق خاف أن يصيبه منهم أذى، فرجع إلى رسول الله. يا رسول الله، إن الحارث امتنع عن الزكاة وأراد قتلي. فأرسل رسول الله بعضا من الصحابة إلى الحارث رضي الله عنه، فلقيهم الحارث في الطريق. إلى من بعثتم؟ إليك. ولما؟ لقد بعث رسول الله إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. والذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لم يحدث قط، ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله، فخشيت أن يكون ذلك سخطا من الله تعالى ورسوله، وها أنا ذا قد أتيت ومعي زكاة القوم. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنها حقا قصة تحمل الكثير من الدروس والعبر. حتى في وكالات الأخبار العالمية لا ينشرون أي خبر دون أن يتأكدوا من مصدره وأنه وقع فعلا، ثم ينشرونه على مسؤوليتهم، ومن هنا تأتي المصداقية. هذه المصداقية ما جاءت إلا بعد تحريهم للصدق من الأخبار. وبعض الوكالات التي نسمعها هي وكالات كذب تنقل الأكاذيب. يقول تعالى: عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. والنبأ عند العرب هو الخبر العظيم، والنبأ في اللغة العربية هو المكان المرتفع،
وكأن الذي يأتيك بالنبأ عنده القدرة أن يرى ما لا يراه الآخرون. وما أكثر الذين يندمون بعد نشرهم أخباراً كاذبة ثم يعتذرون. نسأل الله السلامة في أقوالنا وأفعالنا. لقد تعلمت اليوم درساً لن أنساه مدى الحياة. بارك الله فيك يا ولدي. إن التثبت من الأخبار صفة الحازم العاقل، فلا تنشر خبراً لم تتثبت منه، لا في حديثك مع الناس ولا في الأدوات الجديدة التي ظهرت الآن كأدوات التواصل الاجتماعي، حتى لا تندم بعد أن تكتشف عدم صحته، لأنه سبحانه وتعالى يقول: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التثبت فيما نقول وفيما ننشر، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخلصين المتأدبين بآداب كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. وبعد، أيها الأحبة، فإن قصتنا اليوم من قصص القرآن الكريم، قصة عظيمة لنبي عظيم صبور غاية في الصبر، ابتلاه الله فوجده صابرا. لقد اجتمعت على أيوب أصناف البلاء، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لقد صبر أيوب لوجه الله على ما ابتلي به من الضر العظيم، صبر عن معصية الله فلم يجزع، وصبر على أقدار الله فلم يشتكي لغير الله، وصبر على طاعة الله لأنه لا زال يعبد الله. فاجتمع لأيوب أنواع الصبر كلها، فنعم العبد أيوب الذي كملت مرتبته في العبودية وصبر هذا الصبر. استئصال الزائدة الملتهبة: لماذا لم تدعني أذهب لرؤية ولدي؟ يا فاطمة، لا داعي للبكاء، سيكون بخير إن شاء الله. فسنذهب إليه جميعا غدا إن شاء الله، وسترينه وتتحدثين معه. أريد الذهاب الآن لرؤيته. ما بك يا فاطمة؟ ما بك؟ ألا تستطيعين الصبر للغد؟ كيف أصبر وولدي بعيد عني؟ اصبري يا زوجة عمي كما صبر أيوب. ها قد أتى مازن بالفائدة. ها، ماذا تقصد؟ إنه مثل يضرب للصبر. يا زوجتي العزيزة، لقد صبر نبي الله أيوب سنين كثيرة، ألا تستطيعين الصبر يوما واحدا؟ ها، وأين أنا من نبي الله أيوب؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قصص الأنبياء وما مروا به من محن وابتلاءات لنقتدي بأخلاقهم ونعتبر. وبمناسبة الحديث عن أيوب وصبره، ما رأيك يا عمي لو تزيدنا علما وتحكي لنا المزيد عن هذا النبي الصابر؟ كان أيوب برا تقيا رحيما بالمساكين، يطعمهم ويكفل الأرامل والأيتام ويكرم الضيف. وكان أيوب عليه السلام شاكراً لأنعم الله، مؤدياً لحقه، وامتنع عن عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من الغرور والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من متع الدنيا.
وحين سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه، أدركه البغي والحسد، فجمع عدو الله إبليس عفاريت الجن ومردة الشياطين. ماذا عندكم من قوة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. لقد أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار وأحرقت كل شيء آتي عليه. فأتي الإبل والأغنام والمراعي ولا تبقي منها شيئا. وانطلق من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق، فأحرق الإبل والأغنام وأتى على المراعي فلم يبقي منها شيئا. ثم أتى عدو الله إبليس في صورة قبيحة إلى أيوب، فوجده قائما يصلي. يا أيوب، أقبلت نار حتى غشيت إبلك وأغنامك ومراعيك وأحرقتها بمن فيها. فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها، وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الفناء. إن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت، فأصبح الناس مبهوتين وقالوا: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه عبده. فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني. عريانا خرجت من بطن أمي، وعريانا أعود إلى التراب، وعريانا أحشر إلى الله. ليس لك أن تفرح حين أعارك وتجزع حين قبض عاريته منك، الله أولى بك وبما أعطاك. رجع إبليس إلى أصحابه خائبا خاسئا ذليلا: أعياني هذا العبد الذي لم أدع له مالا ولا ولدا، ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقا في العراء لا يقربه إلا امرأته، فلم يزدد إلا صبرا. أشير علي، ماذا أفعل معه؟ أين مكرك الذي أهلكت به من مضى؟ بطل ذلك كله في أيوب. من أين أتيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ من قبل امرأته. فشأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها. أصبت. لقد ابتلى الله أيوب فلبث في بلائه سنين عددا، فانفض عنه الناس بسبب البلاء، وابتعد عنه القريب والبعيد إلا امرأته ورجلين من إخوانه، جلسا معه يمدان إليه يد المساعدة. انطلق إبليس حتى أتى زوجة أيوب. أين بعلك يا أمة الله؟ هو ذاك المبتلى الذي يحك جراحه. يا حسرتاه على أيام كان يرفل فيها في المال والنعيم، ويا حسرتاه على شبابه الذي ذهب. ولكن لا تحزني، أعدك أنه سيعود كل شيء كما كان. فقط خذي هذه الشاة الصغيرة وأعطها لأيوب ليذبحها لي، وسوف يبرأ في الحياة.
أتت الزوجة إلى أيوب باكية: يا أيوب، إلى متى يعذبك ربك؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين جسمك الحسن؟ خذ هذه الشاة واذبحها، وسوف تبرأ في الحال. فقال لها أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك، ويلك، أرأيت ما تبكين عليه من المال والولد والصحة؟ من أعطانيه؟ الله. فقال أيوب: فكم متعنا به؟ أكثر من 70 سنة. فقال أيوب: ويلك، ما أنصفت، ألا صبرت في البلاء 70 سنة كما كنا في الرخاء 70 سنة؟ والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. أتطلبين مني أن أذبح لغير الله؟ طعامك وشرابك اللذان أتيتني بهما علي حرام، اغربي عني فلا أراك. بقي أيوب وحيدا دون طعام أو شراب ولا صديق، فخر ساجدا ودعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك، اركض برجلك. فضرب برجله فنبعت عين فاغتسل منها، فلم يبق عليه من دائه شيء ظاهر إلا سقط، وعاد إليه شبابه وجماله أحسن مما كان. ثم ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج. فقام وكسي حله، فجعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من أهل ومال إلا وقد ضاعفه الله له. فأتت زوجته وهي لم تستطع أن تتعرف عليه: إن كان طردني فلن أتركه، هل أدعه يموت جوعاً فتأكله السباع؟ لا، ما هذا؟ ما بال هذا المكان وقد تغير؟ أيوب، أيوب، أين أنت يا أيوب؟ فلأسأل صاحب هذه الثياب الجميلة. دعاها أيوب وقال لها: ما تريدين يا أمة الله؟ أردت ذلك المبتلى الذي كان هاهنا منبوذا، لا أدري أضاع أم ماذا حدث له؟ فقال لها أيوب: فهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ وهل يخفى على أحد رآه؟ أما والله إنه أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحا. فقال أيوب: فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه فرد علي ما ترين. يا الله، يا لها من قصة رائعة. إنها فضيلة الصبر التي حثنا عليها الحق سبحانه، الصبر عند الابتلاء. لقد كان ثواب أيوب على قدر صبره. لقد نزل حديثك هذا علي برداً وسلاماً، وأزال الجزع والخوف من نفسي. الحمد لله. هيا إذن لنتناول طعام الغداء، هيا. إن الرضا بقدر الله تعالى والتسليم الكامل بذلك ينزل السكينة في قلب المؤمن ويزيده طمأنينة وأمنا وأمانا، والصبر على المكاره يزيل من النفوس الهم والغم، فيعيش المؤمن في سعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين،
وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. إن أحسن القصص ما قصه القرآن الكريم، قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله. فقصص القرآن حق لا يعتريه الزيغ ولا الكذب، ولقد قص علينا القرآن حكايات غابرة يذكرنا بحال أصحابها، ومن ذلك ما ضربه الله مثلا للذين كفروا لامرأة نبي الله لوط وخيانتها له، وكذا خيانة امرأة نوح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا زوجتي العزيزة. منا ومنكم يا أبا خالد. ماذا أعددت للغداء اليوم؟ أعددت لك سؤالا يحيرني منذ زمن. أيكون بديلا عن الغداء يا فاطمة؟ اصبر يا راشد، الغداء جاهز، ولكن أجبني أولاً عن سؤالي. لقد أثرت فضولي، ما هو هذا السؤال؟ ذكر القرآن الكريم أن امرأة نوح ولوط كانتا خائنتين لزوجيهما، وسؤالي: كيف لزوجة نبي أن تكون خائنة لزوجها؟ إنه فعلاً سؤال مهم، ولكن ما رأيك أن أجيبك عليه بعد أن نتناول الغداء؟ فقط أعطني لمحة عن الإجابة ولنكمل بعد الغداء. حسناً، ولكن اعلمي أن لفظ الخيانة هنا ليس المقصود به الخيانة التي قد تتبادر إلى الذهن. ها؟ فماذا إذن؟ فلنأخذ مثلاً امرأة نبي الله لوط التي وصمها الله بالخيانة، فهذه المرأة كانت تبطن غير ما تظهر، فهي كانت منافقة وكفرت بدعوة النبي لوط. ولماذا صبر عليها سيدنا لوط؟ ربما كان يأمل في صلاح حالها، خصوصا أنها لم تكن تفصح عما في مكنونها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله يا خالد. ما بال الغداء قد تأخر اليوم؟ أرأيت يا فاطمة؟ أعتذر أني قطعت عليكم الحديث. لا عليك يا ولدي، هيا الغداء جاهز، هيا بنا وسنكمل حديثنا بعد الغداء. هل هو حديث خاص؟ لا 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 أبدا، وليتك تنضم إلينا كي تعم الفائدة. بكل سرور.
وقد ورد لفظ الخيانة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة تصرف مذموم ولا أخلاقي لدى جميع الأديان وجميع الثقافات. سلمت يداك يا أمي، كان غداء شهيا. صحة وعافية يا ولدي. كان حقا طعاما شهيا ويلزمه بعض الراحة. أتريد أن تخلف وعدك لي يا راشد؟ أبي لا يخلف وعدا أبدا. إذن فلنكمل حديثنا. عن أي شيء كنتما تتحدثان يا أمي؟ عن الخيانة. عافانا الله، وما المناسبة؟ قال تعالى: ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لقد وردت هذه الآية في أواخر سورة التحريم. قل لي يا أبي، كيف يتجنب الواحد منا الخيانة من قبل أشخاص آخرين؟ علي أولاً أن يعرف في من يثق، وألا تكون ثقته مطلقة، بل يجب أن تكون ضمن حدود. وماذا عن خيانة امرأة لوط؟ حدثنا يا راشد. عاش سيدنا لوط مع قوم عصوا الله تعالى معصية ما سبقهم بها من أحد من العالم، فلقد كان أفجر الناس وأكفرهم، يقطعون الطريق ويكثرون من فعل السيئات، ولا ينهى بعضهم بعضا عن المعاصي والآثام، ويفعلون المنكرات في نواديهم، وكانوا يقيمون مصارعات الديكة ويستمتعون بذلك، فقلوبهم أقسى من الصخر. وظل لوط عليه السلام ينكر عليهم انحرافهم الخلقي ويقول لهم: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ألم يخلق الله لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ بلى. فقال لوط: فكيف تذرون ما خلقه لكم ربكم من أزواجكم؟ نحن نعمل ما نشتهي. فقال لوط: لكنه خبيث وقبيح. نحن نراه غير ذلك، وإذا أردت البقاء عندنا فعليك أن تفعل مثل ما نفعل. ماذا نفعل مع لوط وما يدعون إليه؟ هل نتركه؟ لقد اعتزلنا وسكن أطراف القرية. لقد أحسن صنعاً بذلك. أخرج إلينا يا لوط! أخرج إلينا! هيا! هيا أخرج إلينا! فلتأتي إلى نادينا وتنضم إلينا! دعكم منه يا قوم، وهيا بنا ننصرف. هيا هيا. ما هذا الجبن؟ هل أنت خائف؟ لن ننصرف قبل أن يخرج إلينا. إن زوجته بالداخل، ولا نريد أن تصاب بسوء، فإنها من قومنا. نعم، فهي التي تأتينا بأخباره. إذن سننصرف. سننصرف يا لوط، ولكن إن كنت تريد البقاء في قريتنا إياك أن تضيف غريبا في بيتك. أيه. ما
ودعا لوط ربه قائلا: رب نجني وأهلي مما يعملون. فأرسل الله ملائكته ومروا وهم في طريقهم لقوم لوط على إبراهيم عليه السلام. صنع لهم إبراهيم عليه السلام عجلا مشويا، وهو لا يدري أنهم ملائكة من عند الله، فلم يمسوا الطعام، فخاف إبراهيم عليه السلام منهم ظنا منه أنهم يريدون به سوءا، فقالوا له: لا تخف، لقد قدمنا إليك مبشرين بغلام حليم هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فنحن رسل ربك. وأخبره أيضا أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط إلا آل لوط، فإن الله منجيهم إلا امرأته فهي على شاكلة قومها. دعا لوط عليه السلام قومه لتوحيد الله تعالى، وبين لهم عواقب ما يفعلونه، وأنه لم يسبقهم أحد من العالمين فيما يقترفون من فاحشة، وبأن عليهم وزر من سيأتي فعلتهم من بعدهم. لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وماذا تريدنا أن نفعل؟ أرسل الله بعضاً من ملائكته إلى ديار قوم لوط على صورة شبان حسان، وكانت ابنة لوط تسقي فرأتهم. قفوا مكانكم، لا تدخلوا حتى آتيكم، أخاف عليكم من القوم الفاسقين، انتظروا قليلاً. يا أبتي، أرى فتيانا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها، أخاف أن يأخذهم القوم، فلقد نهوك أن تضيف رجلا. استقبل لوط هؤلاء الغرباء وسألهم عن مرادهم، فذكروا أنهم عابروا سبيل، وطلبوا إليه أن يستضيفهم، فتحرج عليه السلام أن يرد الضيافة، وكان يقطن على أطراف القرية، وحاول أن يثنيهم عن الدخول إلى قرى سدوم، وقال لهم: إن هذه القرية قرية سوء وخبث. وكانت هذه شهادة منه عليه السلام للملائكة على قومه، إذ لم يكن الله يعذب قوماً حتى يشهد رسولهم عليهم. ولما كانت امرأة لوط خبيثة وكافرة، فقد ذهبت إلى قومها وأخبرتهم أن لوطاً استضاف شباناً حساناً لم ترى مثل حسنهم قط، فأسرع إليه قومه مستبشرين فرحين. قال لوط: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حين قال نبي الله هذه الكلمات، أخبره ضيوفه أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله. وقالوا له: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وسقطت امرأة النبي لوط في الاختبار الرباني، وآثرت طريق الضلال. خرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير،
وبين لهم أن النساء أطهر من الرجال إلى الرجال، فقال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ صدق الله العظيم. واشتدت الأزمة على نبي الله لوط الذي لم يؤمن من قومه إلا القليل، وتخلت عنه الزوجة. ثم حدثت المفاجأة الربانية. وتبدى جبريل في صورته الملائكية ونشر جناحيه وضرب بها القوم فطمس أعينهم وأعماهم. وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله ليلا، وتخلفت امرأته لأنها ليست من أهله فقد أعانت عليه المفسدين. خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من هذه القرية الضالة، وكانت معهم امرأته، فلما سمعت بالعذاب من خلفها التفتت، فأتتها حجارة من السماء فأهلكتها. ثم رفع جبريل عليه السلام تلك القرى عن الأرض بطرف جناحه، فجعل عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة من الطين، كان كل واحد منها مقدراً ومرسلاً باسم صاحبه الذي ستسقط عليه، ولم يبقى أثر بعدها لأي من تلك القرى. لقد كانت جرم امرأة النبي لوط أنها وافقت قومها على تلك الرذيلة، وكونها زوجة نبي لم يشفع لها، فاستحقت العذاب الواقع على قومها جزاء الخيانة. لقد شد انتباهي مشهد النهاية، فإن قوم لوط عليه السلام حين قلبوا الأوضاع وتركوا ما أحله الله لهم، كانت العقوبة متسقة مع قبائحهم، حيث عاقبهم بأن جعل الأعلى من قريتهم هو الأسفل. لقد تجاوزوا الحدود التي ترتضيها النفوس، وانحرفوا عن الفطرة، وجاهروا بإتيان الفواحش. إنها سنة الله في التعامل مع الظالمين لأنفسهم والمعرضين عن طريق الهداية والرشاد. وبعد أن عرفنا جزاء خيانة امرأة لوط، ماذا عن خيانة امرأة نوح؟ سيحتاج الأمر إلى جلسة أخرى لنحكي عن نوع آخر من الخيانة. إنما وقع على امرأة لوط من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كان نتيجة الخيانة، فقد نجى الله نبيه وأهلك من كان كافرا خائنا من قومه. ومن هنا يأتي الدرس البليغ والعبرة العظيمة من خيانة امرأة لوط، وحتى نعرف أن خيانتها لم تكن خيانة فاحشة، وإنما هي خيانة في الدين، ولذلك يجب البراءة من الخائنين مهما كانت درجة الصلة والقرابة والرابطة. وهو ما سوف نعرفه أيضا من قصة سيدنا نوح مع امرأته وولده الكافرين الظالمين. إنها قصة الخيانة والكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. يتوقف المرء طويلاً أمام ما حكاه القرآن الكريم في نهاية سورة التحريم، وما ضربه الله تعالى من مثلين للناس جميعاً، المثل الأول للذين كفروا والمثل الثاني للذين آمنوا. وقصة امرأة نوح من القصص التي ذكرت في القرآن الكريم لأخذ العبرة والاتعاظ من أحوال قوم سبقونا. كانت امرأة نوح مثالاً على انحراف الإنسان الذي يرى الخير والحق ثم يأبى أن يؤمن أو يستجيب، كما إنها كانت مثالاً تطبيقياً على أن معية الظالمين للصالحين لا تغني عنهم شيئاً. حدثتنا بالأمس يا أبي عن امرأة نبي الله لوط وما حدث لها جزاء خيانتها لزوجها وعدم اتباعها له، فماذا عن امرأة نوح؟ هل تريد أن تستأثر بالحديث لنفسك يا خالد؟ لا أحد هنا سوانا، أنت ووالدتي وأنا. سيأتي عمك عدنان وزوجته، فلننتظر قليلاً. فيما تتحدثان؟ ألم يعدنا أبي أن يحدثنا عن امرأة نوح؟ هذا صحيح، وليكن الحديث بعد الغداء وبحضور عمك عدنان. هيا انهضى. أنا ما زلت في حيرة من أمري، كيف لامرأة نبي أن تتخلى عنه وتخونه، في حين أن امرأة فرعون الكافر كانت مؤمنة؟ لهذا قال تعالى في أمر امرأتي لوط ونوح بعد كفرهما: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، أي لم ينفعهما أن كان أزواجهما أنبياء. لهذا كانتا مضرب الأمثال في الكفر. ولكن لماذا وصف الله هذا الكفر بالخيانة؟ فليحدثنا أبي الآن عن قصة هذه المرأة وسنجد إجابات عن كل تساؤلاتنا. كانت امرأة نوح عبئاً ثقيلاً عليه، كانت أشبه بالخنجر أو الشوكة في ظهره تؤلمه أينما حل أو ارتحل، وقد أوصلها إعراضها عن الحق حداً جعلها تشيع عن زوجها نوح عليه السلام أنه مجنون. وللخيانة أشكال متعددة، منها خيانة الثقة عن طريق إفشاء الأسرار أو استخدام هذه الأسرار والمعلومات لأغراض تضر بالطرف الآخر، والكذب واحد من أشكال الخيانة. لذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث صفة الإيمان عن الشخص الكاذب. وأبشع أنواع الخيانة هي خيانة الدين والوطن. أيها الإله ود، قاتل من يقاتلك، قاتل نوحاً وأتباعه، ولا تتركهم يفسدون في الأرض. يا سواع، إن نوحاً يريد أن تتحول الناس عن عبادتك لعبادة إله واحد. لن نسمح أبداً بهذه المهزلة. علينا أن نوجه الناس إلى أن يبتعدوا عن نوح وأفكاره الغريبة. يا نوح، دع القوم المساكين وشأنهم. أنت لا تملك سوى الكلام،
ولقد امتد بك العمر. يقول نوح: لقد أتيتكم ببلاغ واضح من أجل نصحكم وإرشادكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. لقد أكثرت من نصحنا وسئمنا منك. وإن كنت صادقاً فأرنا هذا العذاب الذي طالما توعدتنا به. ويتوجه نوح إلى الله داعياً هداية قومه: إلهي، أنت أعلم بحال هؤلاء القوم، لقد دعوتهم ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً واستكباراً. إلهي، أسألك أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تنزع عبادة الوثن من قلب ابني كنعان. وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة، ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم. ويشتكي نوح إلى الله من قلة أتباعه، فيوحي الله إليه أنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن. لهذا وصف الله تعالى كفر هاتين المرأتين بالخيانة؟ أجل، كانت أكبر خيانة، فبعد أن خانت دينها خانت سيدنا نوح في إفشاء أسراره إلى قومها، كما فعلت امرأة لوط بكشف أسرار زوجها. وكانت أيضا مثالا للأم السيئة، أليس كذلك يا راشد؟ بلى، لأنها بكفرها أثرت سلبا في موقف ابنها الذي كان خاضعاً لتربيتها المنحرفة ومتأثراً بأجواء بيئته الكافرة التي كثرت فيها المعاصي، فكان نصيبه الموت غرقاً في الدنيا وعذاب في الآخرة. أريد المال، أريد أن أكون ثرياً، أريد أن أكون سيداً مثل السراجي والسامق، أريد العزة والجاه والسلطان. يا ود، يا سواع، أعطوني مالاً وسلطاناً لأفعل ما أشاء في هذه الحياة. ماذا، أنا فقير، أريد أن أكون غنياً، أتزوج أميرة وأنجب أمراء وأعيش في قصر كبير. أعطني يا ود ما أريد، أعطني يا إلهي ما أريد. الخيانة التي حدثت من امرأة نوح وامرأة لوط هي خيانة الملة، لقد خانتهما في الدين. الخيانة من أشد أنواع الغدر ونقض العهد. فضلاً عن كون الخيانة من سمات المنافق كما قرر ذلك الحديث النبوي، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. كانت امرأة نوح مثالاً للمرأة التي تهاونت بحقوق زوجها عليها عندما آثرت طاعة أكابر قومها ومجرميهم بدلاً من زوجها. وكيف كانت نهاية امرأة نوح؟ ظل نوح يدعو قومه لعبادة الله طوال 1000 سنة إلا 50 عاماً، وأنذرهم عذاب يوم عظيم، وسخر منه قومه وقالوا له: أتصنع سفينة في الصحراء؟ فيصبر نوح عليه السلام على أذاهم وسخريتهم له. ولما أتى أمر الله وفار التنور وكان فورانه علامة على نزول العذاب، أبرقت السماء وأرعدت،
وهطل المطر بغزارة، والماء يخرج من كل مكان في الأرض، حتى أصبحت الأرض كلها عيونا تدفع الماء. وأخذ كل كافر يجري ويصرخ من شدة الخوف والفزع، وعلى الموج وانتصر طوفان الإيمان على طغيان الكفر. وارتقت السفينة فوق الماء الذي غطى الأرض، وغرقت امرأة نوح عليه السلام، لأن سفينة الإيمان ما كان ليركبها إلا من آمن. ما أطول تلك الفترة التي قضاها نبي الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان بالله تعالى وحده، ونبذ عبادة الأصنام، وترك الشرك. 1000 سنة إلا 50 عاما. وما أقساها معاناة تلك التي لاحقت وشارك فيها أقرب الناس إليه. لقد اختارت زوجته أن تكون جاسوسة عليه لحساب قومها الكافرين بدعوته. إنها لم تترك سراً في بيت زوجها النبي الكريم إلا أخبرت به أعداءه. لذلك ضرب القرآن الكريم بها وبشبيهتها زوجة نبي الله لوط مثلاً للكافرين. لقد جنحت هذه المرأة إلى الفئة الضالة، كانت تنقل كل ما يحدث في بيتها إلى قومها، وتلك هي الخيانة. وأي خيانة أعظم من إفشاء أسرار البيوت؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. وكانت امرأة نوح من الذين ظلموا، فكانت من المغرقين. إن تأمل ما فعلته هذه المرأة الخائنة لتأخذ بيد كل امرأة مسلمة كانت أو حرة، تأخذ بيدها بعيدا عن الكثير من الآثام التي ارتكبتها امرأة نوح، خاصة وجوب الحفاظ على أسرار البيوت وعدم الخوض فيها، وإدراك حقيقة أن كل امرئ محاسب على عمله هو، وأن غيره لن ينفعه يوم لقاء ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. إنه النبي الكريم يونس بن متى، قال عنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. وقد سماه الله ذا النون، وأرسله إلى قومه يعظهم ويرشدهم إلى الخير ويدعوهم إلى عبادة الله، ولكن لم يؤمن منهم أحد، فما كان منه عليه السلام إلا أن خرج غاضبا بعد أن يئس منهم. نشكرك يا راشد على هذه الرحلة الممتعة. أنا من اقترحت عليه القيام بهذه الرحلة. والشكر أيضا موصول إليك يا فاطمة. كم وددت لو كانت معنا ابنتي سمية. حقا، لماذا لم تأتي سمية معنا؟ لقد أحست ببعض التعب والإرهاق وفضلت أن تستريح بالمنزل. سنقوم بتدبير رحلة أخرى بمشيئة الله كي تكون معنا العزيزة سمية. أين مازن وخالد؟ صار لنا أكثر من ساعة لم نصطد فيها سمكة واحدة. يبدو أن هذه المنطقة من البحر خالية من الأسماك، أو أن الطعم الذي نلقيه لهم لا يناسبهم. مازن، انظر هناك. يا إلهي، إنه حوت ضخم. أبي، أمي، تعالوا جميعا وشاهدوا. أبي، أمي، تعالوا جميعا وشاهدوا. تعالوا بسرعة وشاهدوا، حوت ضخم يا أبي. هناك في هذا الاتجاه. راشد، أعطني المنظار المكبر. يا الله، يا له من مشهد رائع. حقا إنه حوت ضخم. انظري، انظري يا مها. ما هذا؟ إنه يقترب منا. هل هو خطر يا عدنان؟ إنه من الحيتان المسالمة، ويتغذى فقط على الكائنات الدقيقة التي في البحر، ولكنه يستطيع أن يبتلع إنساناً بأكمله. ماذا تقول يا راشد؟ لقد أخفتني. أجل يا أمي، كما ابتلع الحوت نبي الله يونس. إنه نبي، وقد حماه الله وهو ببطن الحوت. لقد كانت تجربة مريرة ومحنة قاسية عاشها النبي يونس. لقد كان عقابا من الله لنبيه الكريم. أود أن تحكي لنا يا عمي عن هذه المحنة التي مر بها نبي الله يونس عليه السلام، وكيف عاش في بطن الحوت، وكيف نجاه الله. مهلا يا شباب، دعونا نستمتع بالرحلة ولنؤجل حديثنا عن حكاية يونس إلى ما بعد عودتنا. لا بأس يا عدنان، ولتكن رحلتنا مزيجاً من المتعة والمعرفة. ولكن لماذا عاقب الله نبيه يونس؟ كان الله قد بعث سيدنا يونس إلى أهل نينوى بالعراق كي يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبدون من أوثان وأصنام، وينذرهم من عقاب الله لهم. هذا الذي تدعون إليه يا رجل؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنترك عبادة عشتار إلهة آبائنا وأجدادنا ونعبد إلهك؟ نحن ندعوك لتعبد آلهتنا. لن نؤمن بإلهك يا يونس، أتسمع؟ لن نؤمن بإلهك. ائتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به.
أحس يونس باليأس من قومه، وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون، فخرج غاضبا من هذه القرية. ذهب يونس إلى شاطئ البحر وقرر أن يركب سفينة تأخذه بعيدا عن هذه القرية. لم يكن الأمر الإلهي قد صدر له بأن يترك قومه، فظن يونس أن الله لن يعاقبه على ذلك، وغاب عنه أن النبي مأمور بالدعوة إلى الله فقط، وليس عليه أن تنجح الدعوة أو لا تنجح. ماذا تريد أيها الرجل؟ فأعرب يونس عن رغبته في الرحيل معهم على السفينة. ادفع أولاً أجرة السفر. صعد يونس إلى السفينة بعد أن دفع ما طلبه صاحبها، وجلس وحيداً شارداً متفكراً في حال قومه الذين تركهم مغاضباً بعد أن فشل في دعوتهم إلى الحق. ما هذا؟ لقد طارت العاصفة في غير وقتها المعهود. كففوا أحمال السفينة واطرحوا ما عليها من أثقال. هيا هيا سيدي، إن على السفينة رجل خاطئ وبسببه ثارت العاصفة. فنجري قرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه يلقى في البحر. كان يونس يعرف أن هذا من تقاليد السفن عندما تواجه العواصف، وهو تقليد وثني غريب. وبدأ بلاء يونس ومحنته، فها هو ذا النبي الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنية التي كانت تعتبر أن للبحر آلهة تفيض، وأن للريح آلهة تقر، وأنه لا بد من إرضاء هؤلاء وهؤلاء. وساهم يونس كارثة فوضع اسمه مع أسماء الركاب، وأجريت القرعة فخرج اسمه يونس ابن مكة، وأعيدت القرعة مرة ثانية كما هي العادة فخرج اسم يونس، وأجريت مرة ثالثة، وقبطان السفينة يقرأ اسمه للمرة الثالثة يونس ابن متى. انتهى الأمر وتقرر أن يلقى بيونس في البحر. وساعتها أدرك يونس وهو يعتلي هذه السفينة أنه قد تسرع حين ترك قومه غاضبا. ألقوا بيونس ابن متى في البحر. ألقى يونس بنفسه في البحر ليجد الحوت في انتظاره، فابتلع وذهب به إلى أعماق البحر. وعلى الجانب الآخر في قرية نينوى التي هجرها نبي الله يونس، بدأت تظهر نذر وإشارات اقتراب اليوم الذي توعدهم به نبي الله. فما كان من الناس إلا أن تابوا إلى الله وتركوا ما يعبدون من أوثان، وبحثوا عن يونس ليعلنوا إليه توبتهم إلى الله، فلم يجدوا. يا إلهي، ما هذا الذي يحدث في السماء؟ إنه ما توعدنا به يونس من عذاب. أيها الناس،
توبوا إلى الله من قبل أن يمسكم العذاب. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. ابحثوا عن يونس وأخبروه أننا تبنا إلى الله. بدأ يونس رحلة العودة إلى الله وهو سجين وسط الظلمات الثلاث. فتحرك قلبه بالتسبيح لله، وتحرك بعدها لسانه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورأى الله سبحانه وتعالى صدق يونس في توبته، فأصدر أمره إلى الحوت أن يخرج إلى سطح البحر ويقذف بيونس من جوفه. وأطاع الحوت الأمر، وجلس يونس على الرمال الساخنة، وأشعة الشمس تلهب جسده الملتهب بسبب الأحماض التي في معدة الحوت، فأحس بألم شديد وعاد للتسبيح. فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، ولم تكن هذه الشجرة موجودة قبل ذلك في هذا المكان، ولكن الله أنبتها ليستظل يونس بأوراقها العريضة وليتغذى بهذه الثمرة. هي ثمرة اليقطين. وأفهمه الله تعالى أنه لولا التسبيح لظل في جوف الحوت إلى يوم القيامة. إن حكاية سيدنا يونس معجزة ذكرها الله تعالى في الكتب السماوية كلها لكي نتذكر نحن البشر أنه يجب أن نتحكم في غضبنا، وإن غلبت علينا مشاعر الضعف البشرية نلجأ للوضوء والتسبيح، ولا ننسى في لحظات الكرب والضيق والحزن أن نردد دائماً قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. منذ أن بزغ فجر الإسلام ليحرر الإنسان من العبودية لغير الله، عرفنا نماذج من نساء عظيمات خلدهن التاريخ لما قدمن من تضحيات وما سجلن من مواقف مشرفة. وشخصية حلقتنا اليوم امرأة مؤمنة صادقة عاشت في كنف رجل ظالم لم يكتف بملك لا يدانيه ملك،
بل زعم أنه إله، واستخف قومه فأطاعوه وعبدوه من دون الله. هذه المرأة تلك التي تحولت من ملكة متوجة في قصر الفرعون إلى امرأة معذبة ومغضوب عليها، إنها آسية بنت مزاحم، زوجة فرعون مصر في زمن موسى عليه السلام. إنها المرأة التي تركت نعيم الملك وطرفه من أجل موسى ودين موسى لله رب العالمين. أما زلت مستيقظا يا راشد؟ أهلا أهلا يا فاطمة، تفضلي. لا أريد أن أقطع عليك القراءة. إنه كتاب تعودت على قراءته بين الحين والآخر. حقا؟ وما الذي يدعوك لإعادة قراءته؟ لابد أن موضوعه مثير، فيما يتحدث؟ إنه يستعرض تاريخ الطغاة منذ فجر التاريخ. يا له من موضوع غريب. ترى من أكثر هؤلاء الطغاة تجبراً وطغياناً؟ إنه هذا الذي ادعى الألوهية. لابد أنه فرعون موسى. ليس وحده الذي ادعى أنه إله، فغيره كثير، ولكن القرآن الكريم أسهب في سرد قصة هذا الطاغية لارتباطه بنبي الله موسى. أتذكر يا راشد تلك الآية الكريمة التي ضرب الله فيها مثلاً للذين كفروا والذين آمنوا؟ أجل، إنها الآية الأخيرة من سورة التحريم. كنا أربعة من النساء، اثنتان منهن تعيشان مع نبيين نوح ولوط، وكانتا كافرتين. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. لقد استرعى انتباهي دعاء امرأة فرعون حين قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. أود أن أتعرف أكثر على هذه الشخصية الفريدة التي تحدت طغيان زوجها وأصرت على إيمانها. إنها بالفعل شخصية فريدة. أتمانع أن تحكي لي قصتها وما فعله فرعون بعد أن كشفت له إيمانها؟ لقد بدأت قصة هذه السيدة العظيمة آسيا حين استقر أمام قصرها التابوت الذي يحوي الطفل موسى، فلما وجده الجواري أحضروه لها ولم يفتحوه، كانت هي أول من فتحه وألقت بنظرها على ما بداخل التابوت، ويا لروعة ما رأت. لقد أحببت. إنه أسمر اللون يا سيدتي، لكنه جذاب. إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه، اتركه يعش. يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا؟ إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل، أليس كذلك؟ بلى. وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟ إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل، إذن فليمت. لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا، وكلانا يعاني من ذلك. ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟ أقصد، لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يديه؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضاً عن ما حرمنا منه من الأولاد. أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة؟
زوجي اترك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وسيكن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك. اتركه، اتركه لينفعنا. لينفعك أنت، أما أنا فليس لي نفع به. لقد اشتاقت مولاتي آسيا لرؤية الطفل موسى. نعم، لقد وقع حبه في قلبها منذ أن وقعت عيناها عليه، ولا تقدر على فراقه. مولاتي تقول إنها لن تقدم القرابين للآلهة ولن تركع أمامها، إنها لا تصلي إلا لإله موسى. يا ويلنا، ستغضب علينا الآلهة وتصب سخطها. لطالما حذرنا الفرعون من ذلك الصبي الذي شب الآن، وها هو ينازعه الملك والألوهية ويدعو لدين جديد. إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه. موسى ما زال يدعو العبيد إلى الإيمان بربه، إنه مصر أن له ربا غيره. سيظل يدعو الناس إلى دين الله حتى يكمل رسالته. ومتى تكتمل رسالته؟ عندما يخرج العبيد من مصر أم عندما أقتله؟ هل ما زلت تريد قتله؟ بلى. إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه. لقد حان الوقت للتخلص منه بعد أن ينزل عقاب الملك على آسيا. أحان وقت الرحيل؟ لقد استعدت جيوشي وينتظرون إلههم كي يتقدمهم في الصف. وهل الآلهة تحارب العبيد؟ أجل، تحارب الشر فيهم. وإذا ماتوا وفي صدورهم الشر، ماذا ستفعل الآلهة لهم؟ إذا مات العبيد، مات الشر فيهم وفني من الدنيا. وهل هذه هي فلسفة الآلهة؟ إنها فلسفتي أنا، الإله فرعون. يا حسرة عليك يا فرعون، إنك لا تعلم من هو الإله الحق. سأعود بالعبيد مرة أخرى وأريك فلسفتي فيه. لقد أصابها ما أصاب الماشطة. عجباً، لقد أصابها الجنون. إنها تضحك وهي تعذب، إنه لأمر عجيب. اختارت آسيا أن تكفر بفرعون وحيدة شامخة وهي في ظله، وإن كانت قادرة على كتمان إيمانها لتدرأ عن نفسها العذاب، ولكنها أبت. وأمر فرعون جنوده فقيدوها في الشمس الحارقة، عسى أن ترجع عن إيمانها. ولكن هيهات أن يرتد من يذق حلاوة الإيمان. لقد طلبت السيدة آسية من الله عز وجل أن يريها بيتها في الجنة حتى تسعد، فكشف الله بصيرتها وأطلعها على مكانها في الجنة بعد أن دعته قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. عرفت الآن لما ذكرت هذه السيدة العظيمة
في القرآن الكريم وشرفها وأعلى من قدرها. لقد ضربت أروع الأمثلة في التضحية بكل غال ونفيس من أجل الله رب العالمين، فكافأها الحق سبحانه بالذكر الطيب الحميد. كانت الدنيا كلها تحت أقدامها جاه وسلطان وقصور، ولكنها تخلت عن ذلك كله لما جاء الحق على لسان موسى عليه السلام. إنه صدق الإيمان يا عزيزتي حين يتمكن من القلب. لا تنتهي الدروس والعبر من قصة سيدتنا آسيا امرأة فرعون التي كانت تجارتها مع الله غالية. تركت الدنيا وراء ظهرها لتستبدل بها قصرا في الجنة. لقد آتاها الله من جمال العقل ما يخلد ذكراها إلى يوم الدين، ومنحها الله سبحانه وتعالى من الحكمة والإيمان ما تفوق به مثيلاتها من النساء. لقد كانت مثالا للإخلاص والتجرد لله عز وجل، فاستحقت أن يشرفها بذكرها في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله. قصة اليوم تقدم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بالله والنفس المغطرة بزينة الحياة الدنيا. نموذجاً للرجل الثري الذي تذهله الثروة وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس وعلى الحياة، ويظن أن هذه النعمة خالدة لا تفنى. والنموذج الآخر للرجل المؤمن المعتز بالله وبإيمانه، ذلك الرجل الدائم الذكر لربه تعالى والذي يرى النعمة دليلا على المنعم وموجبة لحمده وذكره لا لجحوده وكفره. وماذا بها سيارتك يا مازن؟ أمن أجل حوار سخيف بينك وبين صديقك هذا تريد أن تستبدل بسيارتك أخرى جديدة؟ ليس الأمر هكذا. وما الأمر إذن؟ أصدقائي كلهم يمتلكون أحدث السيارات، وأنا الوحيد بينهم الذي يمتلك سيارة قديمة. فلتحمد الله يا ولدي، غيرك لا يمتلكون ما تملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع نقاشكم من الخارج. يريد مازن أن يستبدل بسيارته أخرى جديدة. لماذا؟ هل أصابها شيء؟ لا يا أبي، لكن تعال معي إلى المكتب يا مازن، أريد أن أتحدث معك. ما الأمر يا مازن؟ إنك تبدو حزيناً. في الحقيقة يا أبي، لقد كنت عند صديقي أحمد في المنزل المجاور. وبعد؟ أخذ يريني ما يمتلكه وما اشتراه له أبوه ويتباهى به، وأخيراً أراني سيارته الجديدة وأخذ يقارنها بسيارتي القديمة ويتفاخر علي. يا ولدي، إن الله قد أنعم عليهم بالمال الوفير والثراء، ووالده
رجل أعمال معروف، ومع ذلك فإن أحمد هذا ليس بالصديق. كيف يا أبي؟ الصداقة تعني الاحترام والإخلاص والتواضع، وأحمد لم يراعي ذلك وتفاخر عليك بما يمتلك. صدقت يا أبي، وسأبتعد عنه إذا استمر في أسلوبه هذا. أحسنت، والآن انهض معي ولنحمد الله على أنعمه علينا. ماذا بك يا مازن؟ لماذا تبدو حزينا هكذا يا ولدي؟ لقد حصل حادث سير لصديقي أحمد. يا إلهي، وكيف هو الآن؟ إنه بخير، كدمات بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أراكم مجتمعين خيرا. كنا نتحدث عن حادث سيارة أحمد. إنه حديث الحي كله، ولكن حمدا لله أنه بخير. أخشى أن أكون أنا من تسبب في ذلك. كيف يا مازن؟ لقد حسدته على سيارته الجديدة، وتمنيت في نفسي أن يكون عندي مثلها. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وأنا لم أتمنى ذلك أبدا، وحزنت لما حدث له. لا عليك يا مازن، إنه قدر الله، والحمد لله أنه بخير. أتعلم يا مازن أن تصرف أحمد معك وما حدث لسيارته ذكرني بقصة صاحب الجنتين؟ إنها القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف، وكانت بين الرجل الغني وصاحبه الفقير. فلتحكيها لنا يا عمي لنأخذ منها العبرة. كان هذان الرجلان يسكنان في منزلين متجاورين، وكان أحدهما رقيق الحال لا يملك الكثير من الأولاد ولا الأموال، ولكنه كان بشوش الوجه راضياً قانعاً بما قسمه الله له، وغير مقصر في عبادته ولا عمله. أما الآخر الغني فقد أنعم الله عليه بحديقتين شاسعتين مزروعتين بالأعناب، والنخيل يحيط بها من كل جانب، ولكن رغم غناه لا يتصدق على الفقراء، ومقصر في حق الله. إنهما حديقتان دائمتان أبديتان ولن تبيدا أبدا، فأنا أغنى الناس. كيف حالك وحال حديقتك الفقيرة؟ أحمد الله على ما أنا فيه من نعيم. عن أي نعيم تتحدث؟ وماذا تسمي إذن ما أنا فيه؟ أليس هذا هو النعيم الحقيقي؟ قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يحفظ الله عليك هذا النعيم. إن نعم الله عليك كثيرة حقا، والله سيحاسبك عليها يوم القيامة، فاشكر ربك ولا تنسى يوم الحساب. إنني إن رجعت بعد موتي لرب كما تقول فسوف أجد عنده مكانة عظيمة، لأني غني في الدنيا. أتكفر بالله الذي خلقك من تراب وهو الذي رزقك؟ إني وإن كنت أقل منك مالا وولدا فإني أطمع في ثواب الله، فلا تكفر بالله يا صاحب الجنتين. أتنصحني أيها الفقير؟ إنني لا أصدق أن هناك يوماً أحاسب فيه، ومن ذا الذي سيحاسبني وأنا صاحب كل هذا الجاه والسلطان؟ إن كثرة المال والأولاد لن تغني عنك شيئاً إذا غضب الله عليك، فهو قادر أن يزيل ملكك هذا في لمح البصر، والله على ما يشاء قدير. اذهب عني يا نذير الشؤم، كيف لكل هذا المال والملك أن يزول؟ اذهب عني، اذهب.
إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالعطاء كما يبتليهم بالمنع، يبتليهم بالسراء كما يبتليهم بالضراء، وذلك ليعلم من يصبر ممن يضجر، ومن يشكر ممن يكفر. إن الذي يستعلي على الناس بما آتاه الله ويفتخر بما لديه من متاع الدنيا سوف يدفع في النهاية ثمن تكبره وتعاليه على الخلق وتألهه على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين. أين النخيل والأعناب؟ أين جنتي؟ لقد زال عني ملكي وسلطاني. لقد فقدت كل شيء. يا ليتني لم أكفر بالله، يا ليتني أطعت الرجل المؤمن. إن هذه القصة تصور لنا حال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وعصى الله فيها. فالعبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله وولده أن يرجع هذه النعمة إلى معطيها ليكون شاكرا لله، فتبقى النعمة ولا تزول. فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على الإنسان أن يرددها دائما عند دخول بيته، وعندما يركب سيارته، وعندما يعجبه أي شيء حتى ولو لم يكن يملكه هو. ليت صديقك كان معنا يا مازن ليستمع إلى قصة صاحب الجنتين. سأذهب لأطمئن عليه. أحسنت يا مازن. واروي له هذه القصة وذكره أن يقول دائما: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من أكبر المصائب أن يجنح المال بصاحبه حتى يدفعه إلى هاوية الجحود ونقران النعم، ويجره للتكبر والغرور والتعالي على الخلق والتأله على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين. إنها قصة ضربها الله تعالى مثلا للعظة والاعتبار ولضبط الموازين وتأصيل القيم، وذلك ببيان أن العبرة ليست بكثرة المال والولد، فتلك أعراض فانية، وتبين أن تقلب أهل الباطل في النعم إمهال واستدراج، وكذلك أن مكابدة المؤمن في الدنيا ابتلاء وتمحيص. إنها قصة تبين لنا بأسلوب بليغ سوء عاقبة الجاحدين المغرورين وحسن عاقبة الشاكرين المتواضعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.